انا البلد بتاعتي مش مؤمنه وممكن اي عدوى تمشي فيها، لو انا بقول كده ان انا لما ادخل واحد عنده فيروس وهيتنقل للشعب بتاعي يبقى معنى كده ان انا مش بلد منظمه جيدا من الناحيه الصحيه. طيب عايز اسال السؤال اللي الناس ملحه عليه دلوقتي، الدواء ده احنا في ناس هتاخد 3 شهور وفي ناس هتاخد 6 شهور، بناء على ايه؟ هو احنا في 3 عوامل بتاثر على الموضوع ده. هل الانسان ده عنده تليف في الكبد ولا ما عندوش؟ تمام. اللي ما عندهمش تليف بالكبد بيبقى علاجهم اسهل من اللي ما عندهمش. دول هياخدوا 3 شهور. ممكن ياخدوا 3 شهور. ونعمل تحليل نشوف النتيجة افضل ولا لا. تاني حاجة اللي قبل كده لم يستجيب للانترفيون. اللي ما استجيبش للانترفيون قبل كده بيبقى صعب انه يستجيب لمدة 3 شهور، فبنبقى عايزين نعالجه لمدة 6 شهور. اللي خد علاج للانترفيون قبل كده ولم يستجيب له بيبقى عنده مناعة شوية من الاستجابة لعلاج التانية، فلازم نعالجه لمدة 6 شهور. النقطة الثالثة، هل هندي العلاج لوحده ولا هنديه مع الانترفيون؟ كل ما بنديه مع الانترفيرون بيبقى فترة العلاج اقصر، وممكن تبقى 3 شهور مع الانترفيرون بدل ما تبقى 6 شهور من غير الانترفيرون. بس الناس بتكره الانترفيرون. انا عارف، عشان كده قلت لحضرتك ده اخر عامل. عشان كده قلت لحضرتك ده اخر عامل في الموضوع. طيب. في نقطة تانية برضو الدكتور جمال هو اشار لثلاث نقط مهمين، لكن ممكن برضو بعض الناس ما تقدرش، يعني في ناس كتير قوي احنا شفناها ما بتستحملش الانترفيرون. صحيح. يعني بتاخد الانترفيرون يا اما يعمل لهم حساسية يا اما يعمل لهم مشاكل وما يقدرش يستحمله، بيوطي كرات الدم البيضاء والصفائح وكرات الدم الحمراء الاخرى بسرعه او يبقى عنده مش قادر يستحمل يعني، فممكن دول كمان الناس دي اللي تاخد 6 شهور. طيب هلخص للناس لان دي مهمه، اللي عنده تهيف في الكبد غالبا هياخد 6 شهور لان 3 شهور مش هتبقى فتره مناسبه ليه. اللي كمان خد انترفيرون وما جابش نتيجه برضه هيضطر ان هو ياخد 6 شهور، وهنتكلم في مساله ياخد انترفيرون معاه ولا لا. بس ناخد معانا مين؟ الاستاذ عبد العزيز من الامارات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. سمحت، انا خدت علاج لمده 6 سنين انترفيرون. ست سنين يا فندم؟ خدت علاج انترفيرون. وطي التلفزيون يا استاذ عبد العزيز، خدت انترفيرون 6 سنين؟ اخدت 6 سنين. ده بره اي خطوط ارشاديه في العالم كله. خدته فين؟ في الامارات ولا في مصر؟ خدت في الامارات. 6 سنين بتاخد انترفيرون؟ وبعدين برضو نزل لغايه زيرو وبعدين رجع ثاني ل 2000. يا فندم بس اللي انا اسمع الدكتور هشام طبعا يعني ما فيش حاجه اسمها 6 سنين. بياخد سنه على فكره. على فكره بيتوقف. احنا بنعمل حاجه اسمها دراسه جدوى قبل ما بياخد انترفيرون، زي اي واحد ما بيخش بيزنس قبل ما بياخد انترفيرون في دراسه جدوى عشان نبقى عارفين تقريبا عنده مشاكل تمنعه من اخذ انترفيرون فما بندلوش، ونعرف من البدايه هو هيستجيب بنسبه قد ايه. وبعدين اثناء العلاج احنا بنعمل مراحل، بعد 4 اسابيع بنعمل عد الفيروس في الدم، وبعد 12 مهم جدا، وبعد 12 المفروض يختفي. حتى اللي بينزل